صباح الخير عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. هذا الصباح هذا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه هنايا في مدينه بركان، مدينه الجميله، مدينه العزيزه على قلوبنا ان شاء الله، مرورا ببهديله، بايو، حي السعاده، ان شاء الله وسط المدينه تحتها. المهم غادي نديروا واحد الجوله ان شاء الله ونستمتعوا مع هذا البرد القارس اللي راه كاين اليوم ان شاء الله، والله يرحمنا يا رب العالمين، قطرات المياه بالشتاء، الله يرحمنا يا رب العالمين. وتحياتي للجميع المتتبعين اينما كانوا واينما ارتحلوا، واش نقول لكم اخوتي، عواشركم مباركه ورمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتوا ان شاء الله، وتحياتي للجميع. ويلاه معنا نديروا واحد الجوله خفيفه هنايا في شوارع وازقه مدينه بركان، تحياتي لكم.